بسرعة احنا نتأقلم حتى لو عن بعد، حتى لو عن بعد ما تفرق وعدي، دام اخدم بلادي ارضى بائي واهلي وجدادي حتى لو عن بعد. امن يقينا لا مستحيلة، لا مستحيلة بالأمل، آمن يقينا، آمن يقينا لا مستحيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، شكرا 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 لأن لكم هدفا تسعون لتحقيقه، وجودكم معي هنا يعني الكثير حقيقة بالنسبة لي، يعني أن لك هدف فعلا تريد أن تصل إليه. أعلى من قمم الجبال، انظر للحلم البعيد. تذكر أن في مثل هذا الوقت هنالك الكثير من الطلاب من أمثالكم منشغلين بلا شيء، وأنت منهمك في كل شيء، أنت منهمك في تحقيق مستقبلك. اجتهد وابذل ولا تقل لأحد من أنت، خلي النتيجة تتكلم بعد ذلك. لا مستحيلة، لا مستحيلة بالأمل، آمن يقينا، آمن يقينا، لا مستحيلة، ما دمنا نحيا بالأمل، لا مستحيلة، آمن يقينا، لا مستحيلة. نصيحة لك، لا تسلم مستقبلك للمحبطين والمثبطين، وايدين منهم، وايدين منهم من المثبطين والمحبطين، فلا تسلم مستقبلك لأمثال هؤلاء. فوالله الذي جعل داخل بطن الحوت ليونس أمل قادر على أن يجعلك تحقق جميع أحلامك، وإن شاء الله إن شاء الله يكون هذا الطريق هو بدايته، هذه الأساسيات بإذن الله، حتى تلهمك فعلا الطريق الصحيح إلى المستقبل إن شاء الله. اليوم راح يكون موضوعنا واجد راقي، جميل جدا، ممتع كثيرا. هل هذا يعني أستاذ أنه نحن الآن راح نأخذ الأساسيات بعدين سوف يتم هناك عاد لما ندخل في المدرسة راح يعني ندخلها بعمق؟ لا 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 لا، أنت الآن راح تدخلها بكامل العمق اللي تحتاج له في الصف الثاني عشر. في الصف الثاني عشر أنت بس راح أنك تضيف جملة بسيطة، أنا بخبرك يعني ما هي الأساسيات اللي أنت محتاجنها عشان تدخل في الصف الثاني عشر في هذا الموضوع، وما هو الأشياء اللي أنت راح تضيفها لما تأخذ في الصف الثاني عشر. الدومين هو موضوعنا لهذا اللقاء، شوف المجال، طبعا هو راح يكون إن شاء الله آخر لقاء بالنسبة لنا. المجال، أولا ماذا نقصد بالمجال؟ خلينا نشوف هنا ما هو مفهوم الدومين، ما هو مفهوم المجال. المجال ببساطة كبير شوية، بغي يعني تعريف بسيط، هي المدخلات اللي ندخلها داخل الدالة، المدخلات اللي ندخلها داخل الدالة، بحيث إنه لما أستخدم الحسابة ما يطلع لي ما في إيرور، واضح؟ أيوة، مرة ثانية أوضح لك إياها بمثال، يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا عندي الدالة مثلا دال سين تساوي مثلا جذر الثلاثة، مثلا خلينا نقول خمسة ناقص السين، مثلا خمسة ناقص السين. الآن أنا أريد أحدد المجال، ما المقصود بذلك؟ المقصود فيها ما هي القيم اللي أدخلها داخل السين بعد ذلك تخرج بدون ما تقرأ. نشوف الحسابة، مثلا خلنا نقول مثلا خلنا ندخل مكان السين واحد، هل بتمشي الأمور؟ راح نشوف، راح نقول هنا جذر خمسة ناقص الواحد، السؤال الذي يطرح نفسه هل ظهر ماث إيرور؟
ما ظهر لماثيرون. إذن الواحد هذا يعتبر من ضمن المجال، يعني أستطيع أني أدخل الواحد مكان الدال. طيب لو قلنا مثلا على سبيل المثال أنا بحط مكان السين مثلا 7، وليكن مثلا بتحط 7، بنشوف بحط 7 وراح نشوف هل 7 يعتبر من ضمن المجال أو لا. خلنا نشوف هنا، نستخدم الحساب، جذر 5 ناقص 7 يساوي، أيوة ظهر لي الماث إيرور. لأجل ذلك راح أقول إيش؟ لأجل ذلك راح أقول هذه 7 ليست من ضمن المجال. ليش؟ لأن لما جاء دخل يطلع لي ماث إيرور. هي هاي فكرة المجال، هي وإيش؟ هي الإنبوت، المدخلات، القيم التي أستطيع أني أدخلها داخل المجال. إذا هذا هو مفهوم المجال، واضح؟ إذا الآن نحن عرفنا مفهوم المجال. خلينا نشوف، نستعرض استعراضا بعض الدوال. خلينا نشوف مثلا على سبيل المثال أنواع. قال لك هنا إذا كان عندك دالة ثابتة مجالها حاء، وإيش معنى مجالها حاء؟ معناته أقدر أحط أي قيم مكان السين ما يطلع لي ماث إيرور، عادي أمورها طيبة. الدالة الحدودية بعد مجالها حاء. السؤال الآن اللي يطرح نفسه، وإيش هي الدالة الثابتة؟ أريدك تكتب لي، أريدك تكتب لي دوال ثابتة الآن، اكتب لي دوال ثابتة على الشات، اكتب لي دالة ثابتة، حط لي دالة ثابتة. لا الزهراء، أيوة أحسنتي كوثر، أحسنتي خوارزمية، أحسنتي أبرار، أبرار أو لا 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 لا, لا. مو كذا مو كذا، ركز شوي ركز. الدالة الثابتة، الدالة الثابتة هي عبارة عن ماذا؟ مثال عليها، خلينا نحط هني مثال عليها. الدالة الثابتة هي مثل دال سين تساوي رقم ثابت، دال سين تساوي 5، دال سين تساوي 2، دال سين تساوي نص، دال سين تساوي سالب. هذين نسميه نحن ويش؟ دوال ثابتة. هذين مجال الحاء، وش معنى مجال الحاء؟ معناته ان اقدر احط مكان السين اي قيمه في حاء. ماذا عن الداله الحدوديه؟ حط لي داله حدوديه، حط لي الان داله حدوديه، دال سين تساوي، اكتب لي كذا دال سين تساوي، ايوه كلكم تكتبوا دوال خطيه، ايوه الدوال الحدوديه، الدوال الحدودية من أو أحد أنواعها هي الدوال ماذا؟ الخطية. لكن أنا أقدر أحط أي دالة حدودية من أي درجة، أكتب مثلا دال سين تساوي السين أس 3 ناقص السين زائد الواحد، يعني عبارة عن حد زائد حد زائد حد، كل حد من الحدود أس أو الدرجة الذي يمتلكها هي درجة صحيحة، صحيحة موجبة أيضا، صحيحة موجبة بالإضافة إلى الصفر بالإمكان أيضا، واضح؟ هذا أس 3، أس 1، ما في أس نص، ما في أس سالب، ما في. إذن هذا يعتبر ماذا؟ الدالة الحدودية. أيضاً الدالة الحدودية مجالها حاء، وش معنى مجالها حاء؟ أقدر أحط مكان السين أي رقم في حاء، أعداد موجبة، أعداد سالبة، الصفر، الكسور، الجذور، أي شيء أقدر أحطه مكان السين. الدالة النسبية، ما المقصود بالدالة النسبية؟ الدالة النسبية أنت أخذتها في الصف العاشر، هكذا الأصل سميتها المقدار الجبري النسبي، المقدار الجبري النسبي، كذي كان اسمها في صف العاشر. المقدار الجبري النسبي هي أي دالة فيها ماذا؟ فيها حدودية موجودة في المقام، فيها سين، كذي كنت تقول فيها سين موجود في المقام. يعني مثلا مثل هذه الدالة، مثل هذه الدالة مثلا سين زائد الواحد على سين ناقص الواحد. لاحظ هذا نسميه ويش؟ مقدار جبري نسبي أو دالة كسرية، نسميها دالة كسرية. شو مجالها هذه؟ قال لك مجالها حاء إلا أصفار المقام. إلا ليش ليش يا أخي؟ ليش أصفار المقام؟ ليش ليش؟ لأنه أصفار المقام لو تسوي بالحساب بعد ذلك وظهر لك في المقام مثلا على سبيل المثال 0 مثلا 5 على 0، وإيش بيطلع لك؟ ماث إيرور. لأجل ذلك في الدوال الكسرية ما تقدر تخلي في المقام عددا يجعل الحدودية ناتجها يساوي 0 المقام. إذن راح نستثني أصفار المقام. خلينا نتفق بهذا إلى الآن، ثم بعد ذلك بنشوف بقية الدوال، الدالة الثابتة أو الحدودية والنسبية. إذن نعيد مرة ثانية، إن شاء الله بنعرف كيف نعرف الدوال النسبية، بنعرف
الآن نحن ما دخلنا يا بقرة، بس مجرد تمهيد. لاحظ هنا الدالة الثابتة مجالها حاء، الدالة الحدودية مجالها حاء، الدالة النسبية مجالها حاء ناقص أصفار المقام. خلينا نشوف هذا الكلام وبنعرف كيف نحسب أصفار المقام. شوف هنا هذه ما هي مجالها؟ ما هي مجال هذه الدالة؟ أحسنتي نور، سهور، مريم، محمد، أبطال، هذه مجالها حاء، مجالها حاء. ليش مجالها حاء أستاذ؟ ليش؟ لأنها دالة حدودية، ركز معي، لأنها دالة حدودية. حلو؟ لأنها دالة حدودية، واضح؟ خلنا نسوي التعبير هنا كذا، نقول لأنها دالة حدودية. حلو الكلام، هذه سهلة. طيب هذه وش مجالها؟ بعد حاء، بعد حاء. لا، بتقول استاذ هاي دالة جذرية. لا، الدالة الجذرية هي السين داخل الجذر، يعني مثلا عندي جذر وداخله سين، هذا نسميها دالة جذرية. بس هذه وش؟ هاي دالة ثابتة، هاي رقم، جذر ثلاثة رقم، رقم عادي ذا رقم. إذا راح نقول هذه حاء. ليش؟ لأنها دالة ثابتة، لأنها دالة ثابتة. واضح؟ أتوقع الجزئية الأولى والسؤال الأول والسؤال الثاني بسيط جدا بالنسبة للطلاب، سهل، واضح هذا، واضح. خلينا نشوف هنا، راح نشوف حبة حبة، فلا تستعجل. الدوال الكسرية، الدوال الكسرية أو الدوال النسبية أو المقادير الجبرية النسبية، أي اسم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما مهم الاسم، أهم شيء إني أشتغل فيها. مجالها ويش هي هذه؟ مجالها قال لك حاء ناقص أصفار المقام. قال لك مركز معي، ايش يعني أصفار المقام؟ وين سمعنا هذا المصطلح اللي متابع الدرايف؟ وين سمعنا كلمة أصفار؟ دالة المطلق، أحسنتم، دالة المطلق، دالة صحيح، أيوة، في المطلق، في الصحيح، نفس الكلام، نفس الكلام. نبحث عن أصفار. وش معنى أصفار؟ أنا خبر وش معنى أصفار. أصفار معناته ذلك العدد اللي يخلي المقام يساوي صفر. ما هو العدد؟ أنا أبحث عنه بطريقة جدا بدائية، راح أقول هنا السين ناقص الواحد أبا صفر، أبا أبحث عن صفر، أبا أبحث عن ذلك الرقم اللي يخليه يساوي صفر هذه الحدودية. إذن أنقل الواحد السالب إلى الجهة الأخرى بإشارة موجبة، راح يكون عندي السين تساوي الواحد. ماذا يمثل الواحد هذا؟ قال لك هذا يمثل الصفر، يعني هو هذا الرقم لو عوضناه مكان السين يطلع لي الماث إيرور، هو هذا الرقم. عشان كذا وش أقول لك المجال هنا؟ مجالها حاء ناقص الواحد. اللي ما فهم يقول لي ما فهمت، أعيد، واضح الجميع ما فهم، نعيد مرة ثانية، نمسح هذا، نعيد. لاحظ أنا عندي الدالة دال سين عبارة عن دالة نسميها دالة نسبية أو نسميها دالة كسرية أو نسميها دالة اللي هو مقدار جبري نسبي، أي اسم وتبر كان مهما كان، سين زائد الاثنين على سين ناقص الواحد. الآن السؤال ما هو مجاله؟ أنت لازم تعرف أن الدوال الكسرية أمورها طيبة، مجالها حاء، إلا بس القيم التي تخلي المقام يساوي صفر. لابد أن نتفق على هذا الكلام. إذن ما هو مجالها؟ مجالها حاء ناقص أصفار المقام. دائما كذي حط ببالك، اشتغل كذا، أصفار المقام. طيب إذن معناته ويش؟ معناته لازم أبحث عن أصفار المقام. طيب وش معنى أصفار المقام؟ معناته أنه تخلي المقام يساوي صفر. إذا السين ناقص الواحد ساوي بالصفر. طيب لو كان سين زائد الخمسة ساوي بالصفر، لو سين تربيع ناقص الواحد ساوي بالصفر، لو سين تكعيب زائد الثلاثة ساوي بالصفر. مهما كان، مهما كانت تلك الدالة في المقام ساوي بها بالصفر. ومنه حل هذا المعادلة. الآن معادلة، الآن شغلة معادلة وأنت طالب بحتة، ما تغلبك هذه المعادلة أكيد. راح ننقل السالب واحد للجهة الأخرى، كانت سالبة راح ننقلها موجبة، إذا سين تساوي الواحد الموجبة. تساوي الواحد الموجب.
وضحت الصورة؟ واضح؟ هذا واضح. إذا راح نقول هنا حاء حاء ناقص الأرقام اللي ظهرت عندك، ناقص الأرقام اللي ظهرت عندك، كم؟ صفر؟ لا اثنين، لا 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 لا، واضح تماما اللي ظهر عندك واحد، ناقص الواحد. أستاذ خلاص الحمد لله فهمت، فهمنا الجميع، فهمنا صح؟ أيوه ناقص، نحن ننقص يعني نطرح، يعني كل الأعداد الحقيقية إلا الرقم اللي طلع عندي، شوفه كل الأعداد الحقيقية إلا الأرقام اللي ظهر عندي. أيوه أستاذ الحمد لله فهمنا فهمنا، هاي بسيطة ترى، هذه هاي أساسيات. وعاد وين؟ بيصير هناك التمرديغة في الثاني عشر، هاي بس ترى عن أساسيات، أنا عارفين هذه الحركة. صح؟ ها؟ ركزوا. لا 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 لا، انت انا بخبرك شغله، انا بخبرك شغله، بخبرك شغله. تعرف ايش في الثاني عشر؟ بيقول لك يعني ما او ادرس، ما يقول لك ادرس مجال، وانما يقول لك ابحث اتصال الداله، او ما هي قيم اتصال هذه الداله. مهما كان ذلك السؤال اللي بيكون في الثاني عشر. يعني بيقول لك مثلا هنا، خلينا نغير السؤال شويه. بيقول لي مثلا في الثاني عشر، لا بيقول لي اذا كانت، بيغير السؤال، اذا كانت او لتكن، اذا كانت جالسين سوا كذا كذا، فادرس اتصال، فادرس اتصالها مثلا على ذي الصوره، فادرس اتصالها. تعرفوا ايش الحل؟ الحل هو ذي الخطوات، اخر شيء تكتب وهي متصله على مجال. خلص الثاني عشر. يعني هذا كله أساسيات، وهي الثاني عشر بس. فأنت لا تظن أبدا، لا تظن أنت جالس بس أساسيات مجرد مفتاح، لا لا، أنت ما مفتاح، أنت تاخذ المنهج كامل. لا لا بعدين على عاد سلطان، يعني خلي ما تسألنا على الاتصال، الاتصال ما موضوعنا، الاتصال الثاني عشر، هذا ما موضوعك معي، هذا ما موضوعك، فلا تسأل عنه. انت بس دورك في الاساسيات، وش هي متصله وما متصله، هذا ما موضوعنا، لان هذا موضوع اخر، يعني موضوع مال الثاني عشر وانت ما شفته ابدا. انا اتكلم عن الاشياء اللي انت شايفها اقل، لان اساسيات، واضح؟ بس انا اتكلم عن وش؟ اتكلم عن وش انت مطالب فيه في الثاني عشر، يعني وش الفرق بينه وبين هذا. خلينا نشوف هنا شيماء. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام يا شباب. بس دائما شوف، نركز على نقطة، نركز على نقطة. بالنسبة للأسئلة على شات أنا أقرأها، لكن الأسئلة اللي ما متعلقة بالمثال أنا ما أقرأها، أنا أفضل بس الأمثلة المتعلقة بالمثال بس. عندك سؤال في المثال أجاوب عليك مباشرة، زين؟ لكن كل المحادثات أتابعها. تفضلي شيماء. أيضا هذه الدالة مثل الدالة السابقة. أها، دالة نسميها دالة نسبية. مجال مجالها حاء ناقص أصفار المقام. أيوة، حاء ناقص أصفار المقام. أصفار المقام يعني بنساوي المعادلة بالصفر، يعني أيوة نفس الكلام، زائد 4 سين ناقص 5 يساوي صفر. أيوة، ليش ما تقدر تتكلموا هذا الطالب اللي تسأل، أو الطالب؟ أنا أختار طلاب رافعين الأيادي، اللي رافعين إيدهم، وأختارهم طلاب فقط، اختار كذا بشكل عشوائي، تمام؟ الاختيار عشوائي. ايوه تفضلي. س تربيع زائد 4 س ناقص 5 أيوة. يساوي صفر. ايوه، اذا راح اقول هنا انه س المقام عندي س تربيع زائد 4 س ناقص 5 يساوي صفر. شيماء ام الشيماء؟ شيماء. شيماء. شيماء شيماء شيماء، ركزي يا شيماء. شيماء، هذه المعلومه وين اخذناها؟ في تحليل الحدودية من الدرجة الثانية، صح؟ عبارات ثلاثية. أيوة. أيوة، وأخذنا. يعني راح نفتح قوسين. أيوة، هي عملية تذكير، الآن عملية تذكير، هذه المعادلة تربيعية، عملية تذكير. إذا نفتح قوسين. سين. إذا بالقوسين. شوي تمام. نفتح قوسين كذا. يساوي صفر. إذا راح نقول هنا عندي سين وعندي سين. واحد بيكون سالب والثاني موجب. أيوة، أنا عندي السالب 5، صح؟ السالب 5 ما هي الأعداد اللي لما نضربها في بعض يعطيني سالب 5، ألا هو ماذا؟ 5 و1 سالب، ألا؟ واحد منهم. أيوة. أو سالب 1 ومن؟
وخمسة. أحد هذين الزوجين يكون ويش؟ هو الزوجين المطلوب. يكون سالب واحد وخمسة. أيوة، لأن سالب واحد في زائد خمسة يساوي أربعة. يساوي الأربعة، وهذا طبعاً خطأ. إذن راح نختار طبعاً السالب واحد والموجب خمسة. طبعاً هذا الكلام العددين يكونوا واحد وخمسة وسالب خمسة. السين تساوي الواحد والسين تساوي السالب خمسة. إذن راح يكون المجال حاء ناقص أصفار المقام وهي واحد وسالب خمسة. يا سلام، إذن حاء ناقص الواحد، ونبدأ طبعاً الأفضل سالب خمسة وواحد. هي مثلها يا شيماء فوزي، كأنك تقول والله أنا اسمي شيماء فوزي، أو اسمي أنا بنت فوزي واسمي شيماء، هي نفس المصطلح تماما نفسه لكن ترتيب. فالأفضل نحن نبدأ بالاسم ثم اسم الأب الأصغر. أيوة، وهني نفس الفكرة، الأفضل نحن نبدأ بالصغير ثم الكبير، نفس الفكرة تماما. دائما نبدأ سواء بالفترات أو كقيم، الأفضل والأجمل أن نبدأ بالصغير وليس بالكبير. شكرا لك. مثل ما قلت آخر شيء في الثاني عشر، طبعا هذه أساسيات كلها، آخر شيء في الثاني عشر بتكتب وهي متصلة على مجالها. أي هي الثاني عشر؟ بس ليش خطأ خمسة موجب ما سالب؟ هذه ليش هذه اخترنا؟ لأنه لو جينا جمعناهم سالب خمسة زائد سالب واحد زائد الخمسة يعطينا ويش؟ هو اللي يعطيني فقط لا غير الموجب أربعة، بينما هذا يعطيني، لا ما يعطيني موجب أربعة، يعطيني رقم آخر هو سالب أربعة، فبالتالي هذا الصح مو هذا. إذا راح نختار السالب واحد زائد الخمسة، إذا السين ناقص الواحد يساوي صفر، ومنه السين تساوي الواحد، سين زائد الخمسة يساوي الصفر، ومنه السين يساوي سالب خمسة. نعم، تسمى دالة كسرية، تسمى دالة نسبية، تسمى مقدار جبري نسبي. إنزين يلا، ما علي. الآن نشوف مع طالب آخر نفس الفكرة، ها؟ هذه نفس الفكرة تماماً. لا، شوفوا بالنسبة للاتصال خليكم منه، إلى الآن أنتم ما تعرفوا، ما أخذتوا ولا شفتوا، واضح؟ أنا أتكلم عن المجال. أنا أعمل لك مقارنة، وإيش الأساسيات اللي تريدها حتى تنتقل للثاني عشر، وإيش الإضافات اللي راح تضيفها هنالك في الثاني عشر. خلينا نشوف الآن، نحتاج إلى طالب. أنا أعرف من هذا. أيوة تفضل شاب، حاول قدر الإمكان تغيروا أسماءكم إلى أسماء يمكن نقرأها. ضحى، نعم أستاذ. أيوة تفضلي يا ضحى. ضحى هني مجالها ويش؟ حاء ناقص أصفار المقام. إذن نفس الحالة تماما، حاء ناقص أصفار المقام، فنساوي سين تربيع ناقص تسعة بالصفر. إذا نساوي السين تربيع ناقص التسعة نساويها بالصفر. إذا نكتب قوسين. أيوة قوسين، نحللها على أساس ويش؟ فرق بين مربعين. بطلة. أيوة. ممتازة يا ضحى. إذا نكتب سين. والتسعة ثلاثة، وهني موجب وهنا سالب. إذا السين تساوي هني كم؟ سالب ثلاثة. ومن هنا ثلاثة تساوي ثلاثة. إذا راح أقول بطلة بارك الله فيك، راح أقول هني حاء ناقص سالب ثلاثة والثلاثة. أيوه. سالب ثلاثة وثلاثة. البعض لربما، نعم البعض لربما راح ينقل التسعة السالبة للجهة الأخرى، راح يضيف لها الجذر، لكن لا تنسى أبدا إنه لما تضيف الجذر الزوجي لازم تضيف الموجب والسالب، واضح؟ لما نضيف الجذر لا ننسى الجذر الموجب والسالب. كل الحلين صحيحين، أنت حر ما أنك تحلها باستخدام اللي هو الفرق بين مربعين، أو نتحلها يعني تنقل التسعة، لكن لا تنسى
اللي هي الموجب والسالب. هذا قوسين تحليل. التحليل ماريا هذا اخذنا نحن في موضوع في اساسيات موضوع التحليل، تحليل الفرق بين مربعين. واضح؟ تحليل الفرق بين مربعين. يلا نفتح الان، نفتح الان السبوره. اتمنى المشاركه في حل هذا السؤال. لغز فاطمه، ركزي يا فاطمه، ركزي يا فاطمه، لا تقعوا في الفخ يا شباب، ركزوا ركزوا. هنا اتمنى التركيز، اتمنى التركيز. أثير ركزي يا أثير، أريام ركزي. ملاك أنت بطلة، ممتازة يا ملاك، بوركتي والله وفختي، حل مميز منك يا يا ملاك. ميرا ركزي. قيس بطل، بطل يا قيس، ممتاز. أميمة أصبتي. رقية زين، ممتازة ممتازة، انتبهتي، لكن هي طريقة التعبير، لكن طريقتك حلوة صحيحة. أحسن، لا يوجد مجال. شهد أصبتي، أصبتي يا شهد، لكن طريقة التعبير معنك ليست طيب. آية العلوية، أحسنتي أحسنتي يا آية. لا لا والله في حلول جميلة. أفنان بطلة. خوارزمية صغيرة، فعلا أنت خوارزمية كبيرة، والله خوارزمية كبيرة أنت. خلينا نشوف هنا، خلينا نشوف الحل. زكريا العلوي بطل، خلينا نشوف الحل، خلينا نشوف الحل. الفكرة هي نفسها تماما، دالة نسبية. إذا نقوم بإيجاد مجالها من خلال العلاقة اللي هي حاء ناقص أصفار المقام، ولا جديد يعني، نفس دائما الدوال الكسرية كذا ما يتغير. الآن يلا خلينا نبحث عن أصفار المقام، خلينا نبحث عن صفر سين تربيع زائد الأربعة يساوي صفر. في الحقيقة هذه لا يوجد لها صفر، إذن لا يوجد لها صفر، أو لا يوجد لها حل في حق، لا يوجد لها حل، حل في حاء، ما في حل. ليش ما في حل أستاذ؟ لأنه لو نقلت الأربعة للجهة الأخرى بتنقلها بإشارة، ويش بتنقلها بإشارة؟ سالب السين تربيع يساوي سالب أربعة. يلا سوي لك الجذر للطرفين بإضافة الموجب والسالب، جذر سالب أربعة ما فيها ماث إيرور، جذر سالب أربعة ما في ايرور، لاجل ذلك ما تقدر تحلل انت اصلا، ما فيها تحليل. بعباره اخرى انت لو تعرف هنالك، وش معنى نحن؟ هنالك معنى فرق بين مربعين، لكن ما عندنا مجموع بين مربعين، ماشي ذا. ليش؟ لانه الحل ما في ايرور، ماشي حل. ركزتوا فيها يا شباب هذه؟ انتبهتوا لها الان؟ جميع انتبه لها؟ اذا السين تربيع زائد 4 يساوي صفر، اذا هذا لا يوجد حل في حال. شو معنات انه لا يوجد حل في حاء؟ لا يوجد حل في حاء ما معناته انه تقول خلاص، لا لا، انت تبحث عن من؟ انت تبحث الان عن الاصفار، انت تبحث عن الاصفار، ما طلع لك اصفار، يعني حاء ناقص ولا شيء. لاجل ذلك المجال ويش؟ المجال هو حاء كلهن ناقص ولا شيء. نعيد مره اخرى، اولا فكره الحل، قمت بمحاولة البحث عن أصفار المقام. لا ما ينفع زهراء، لابد أن يكون مجال حاء فقط لا غير، وليس حاء ناقص الفاي، ماشي الفاي. إذن سين تربيع زائد الأربعة سويتها بالصفر لأجل البحث عن أصفار المقام. لما جيت أحلها لا يوجد لها حل. ليش لا يوجد لها حل؟ لأنه هنا موجب، فيما بينهم موجب، نعم مسجلة، فيما بينهم موجب، إشارة موجب، إذن لا يوجد لها حل. فعشان كذا المجال هو حاء بالكامل، لأنه ما في أي صفر لها. أتمنى هذا واضح. نشوف هنا، هذا سؤال حلو، سؤال حلو جميل،
سؤال جميل جدا جدا جدا. على فكرة هو هذا نفس السؤال، بس الحل نفسه نفس خوارزمية الحل، بس صياغة السؤال مختلفة. في الثاني عشر نبي يقول مثلا إذا كان دال دالسين تساوي كذا، أوجد قيمة ألف التي تجعل الدال دالسين متصل على حاء ناقص الاثنين. متصل، هو يستخدم مصطلح الاتصال، والدوال الكسرية متصلة على مجالها، فبالتالي أنت تبحث عن المجال، يعني في الأول الأخير تبحث عن المجال. أيوة أحسنت يا محمد بطل. إذن أيوة أحسنت يا نورة فعلا. أيوة إذن الفكرة وش؟ الفكرة قال لاحظ هنا، ركز معي، ها ركز، أنا أريدك تكون مركز ومصحصح كثير هنا. هنا لاحظ قال لي أنا أريد مجال هذه الدالة هي حاء ناقص الاثنين. ركز، حاء ناقص، وش معنى حاء ناقص اثنين؟ يعني حاء ناقص الأصفار، يعني الاثنين يعتبر صفرها. يعني هذه الدالة لما أجي أعوض في المقام عن اثنين يطلع لي ماث إيرور، يطلع لي صفر. ركزت في هذا؟ إذن لما أجي أعوض هنا راح أقول ألف لما أعوض عن السين باثنين يطلع لي ويش؟ يطلع لي هني ماث إيرور اللي هو كم؟ اللي هو الصفر في المقام. واضحة الفكرة صح؟ هذه واضحة. إذا مرة أخرى، وش معنات إنه الحاء ناقص الاثنين يمثل المجال؟ هذا يعني إنه لما أجي أعوض عن الاثنين في الداخل هنا يأشر عندي الآلة الحاسبة، وتأشر عند الآلة الحاسبة وتقول لي خطأ، العملية خاطئة، ماث إيرور. إذا الاثنين مشكلتي ما أقدر أحطها كإنبوت داخل مكان السين. معناته لو عوضت مكان السين باثنين هنا، لو عوضت عنه باثنين يطلع لي هاي كم؟ صفر. اذا يلا خلينا نعوض عن السين باثنين يطلع الجواب صفر. اذا راح اقول ان هنا اثنين الف ناقص الثمانيه يساوي صفر، وعليه راح ننقل الثمانيه الى الجهه الاخرى باشاره سالب موجبه، راح يكون الاثنين الف يساوي الاربعه، وعليه فان الالف تساوي الاثنين، وذلك عفوا. إذن الاثنين ألف يساوي كم؟ اثنين ألف يساوي الثمانية، وعليه فإن الألف تساوي الأربعة، وذلك بعد قسمة الطرفين تقسيم اثنين. إذن هذا هو الحل. إذن قيمة الألف لو كانت الألف قيمتها أربعة هنا، لو الألف قيمتها أربعة إذن مجال هذه الدالة حاء ناقص الاثنين. واضح هذه زهرة؟ هي هذه الطريقة. خلينا نشوف فكرة أخرى، نفس الفكرة تماما، نخليها لكم هنا في الشات. أتمنى الحل في الصبورة، نفس الرابط نرسل الرابط مرة أخرى. نرسل الرابط مرة أخرى، أو حتى على الشات بدون صبورة شباب، بدون صبورة على الشات مباشرة، حل على الشات بدون صبورة. لا الألف يساوي كم؟ أيوة أحسنت رحمة، أحسنتي آية، ريان، سلطان، جواهر، شهد، ممتازين، كلكم مبدعين رائعين فعلا، الإجابة موفقة. خلينا نشوف إذن واحد من الطلاب الشباب حتى يشاركنا في حل هذا السؤال. فعلا كلكم أصبتم الإجابة هي 10. خلنا نشوف إذن هنا، يلا شوف الشباب الآن، شوف الشباب، شوف عمر، أيوة يا عمر، نعم أحسنتم، أحسنتي يا عاشقة الجنة شيماء، أحسنتي. أيوة عمر وينك؟ أحمد السيابي، مرحبا أستاذ، حياك الله أحمد. يلا أحمد فكرة الحل، تعوض عن سين بخمسة، بخمسة يطلع الجواب سين أيوة عشرة.
لازم يطلع ايوه يطلع الجواب صفر. اذا لما نعوض عن السين بخمسة يطلع مات ايرور في هذا الحل. اذا راح نقول 10 الف 10 ناقص الالف يساوي كم؟ يساوي صفر. الصفر نقل الالف ايوه بطل. يطلع الالف كم جوابه؟ 10. 10 ممتاز يا احمد بطل. اذا بهكذا طريقه نقوم بالاجابه على مثل هذا النوع من الاسئله. شوي شوي بندخل في الجو شباب، فخليكم شويه مركزين اكثر. ها خليكم مركزين، اتوقع الى الان واضح العمليه، واضحه العمليه واضحه. شو هل في صعوبه؟ هل في صعوبه؟ ما فيها. ايوه استاذ ترى هذه الاساسيات. والله ما اساسيات، ما اساسيات ذي الشباب. درس هاي درس درس هذا درس الثاني عشر، انت درس الثاني عشر. بس بغير لك السؤال هني، بقول لك اوجد قيمة الف التي تجعل الذي تجعل الدال دال سين متصلة على، بس كذي بيكتب لك هو متصلة على، لان هو يتعامل مع الاتصال. تجعل دال سين متصلة على حاء ناقص الخمسة، وبتحل هذا هذا الحل وخلص. فانت ما تاخذ اساسيات اصلا، انت تاخذ درس في الثاني عشر، وهو يعني حقيقه هو اصعب درس في يعني في الوحده الاولى. هذا اقل شيء يعني يمكن نقوله في الوحده الاولى. انا اتكلم عن المنهج بعد الحذف، المنهج بعد الحذف اللي صاير يعني. إذا كان الدالة دال سين تساوي كذا، أوجد قيمة جيم التي تجعل مجال الدالة دال سين هو، لا هو هذا الواقع مريم، هو هذا الواقع، هذا الواقع كما تشوفي الآن. موضوع جدا تافه وبسيط، ما في شيء أبدا. لا المشكلة يا مريم إن يجيك الطالب أساسياته هشة فقط لا غير، هي هني بس أساسياته هشة، فهني يحدث المشكلة. نشوف هنا، أوجد قيمة جيم التي تجعل مجال الدالة دال سين هو حاء. ركز معي هنا، سؤال حلو، هذا سؤال قوي حلو. سدس إلى الآن الوضع ما واضح. سين تربيع زائد 2 سين ناقص الجيم، هذا يعني ويش؟ هذا يعني إنه هذا المقام كم صفرة؟ كم صفر المقام؟ ما شيء، لا يوجد اصفار. ايوه بس هني وصلنا، وصلنا للحل. اذا عرفنا هذا الشيء خلاص وصلنا للحل. اذا هو يقول لي انه هذه الداله الكسريه مجالها كيف؟ مجالها مستحيل، مجالها هنالك هي مجالها ناقص الاصفار. لكن بما انه مجالها معناته اصلا ماشي اصفار. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، متى يكون أو متى لا يكون، يلا صف التاسع، متى لا يكون لدالة تربيعية أصفار؟ يلا صف التاسع. أحسنتي آلاء، آلاء جابتها فعلا. لما هو يعتمد على المميز، تتذكرون المميز مال القانون؟ مميز اللي هي المميز يساوي باء تربيع ناقص الأربعة ألف جيم. كنت بداية أخطم، أذكركم شوية بالقصة، كنت بخطم هذا زين، وقلتم هنالك ثلاث أنواع، ثلاث أشكال، ثلاث نواتج، إما أن يكون أو أن يكون أو أن يكون، ما القانون العام مال السين وكذا. إما أن يكون مميز أكبر من الصفر، أو أن يكون مميز أصغر يساوي الصفر، أو أن يكون مميز أقل من الصفر. إذا كان المميز أكبر من صفر فله حلان أو حلين، إذا كان المميز يساوي صفر فله حل وحيد، إذا كان المميز أقل من صفر لا يوجد حل، لا يوجد حل. واضح؟ هذا الكلام اللي تعلمته سابقا. إذا مرة أخرى، المميز ما القانون؟ تتذكر القانون؟ أتذكركم مثلا السين تساوي على السريع هنا سالب باء ناقص أو زائد جذر باء تربيع ناقص 4000 جيم على 2000. تتذكروا هذا القانون؟ هذا يسمونه مميز، هو ده هذا المميز. فنحن نبحث إشارة المميز. إذا كان المميز
أكبر من الصفر له حلان، إذا كان ميس أصغر من الصفر لا يوجد له حل، إذا كان ميس أو صفر فله حل وحيد. هذا خليه قاعدة عندك، هذا خليه قاعدة عندك هنا، سجلها عندك حتى تتذكرها. يلا كذا هنكتب فوقها هني تذكر دائما. إذا هذا لازم نتذكر هذه المعلومة. الآن ما هي الفكرة؟ الفكرة أنه لابد أن يكون مميز من هذه الدالة أقل من الصفر حتى لا يوجد له حل، حتى لا يوجد له حل. إذا راح نقول هنا مميز راح يساوي اللي هو الألف تساوي الواحد، الألف واحد، الباء يساوي الاثنين، والجيم يعني خلينا نقول احنا مو زائد جيم، خلينا نقول زائد جيم، ما عندي الجيم خليها زائد، وهنا عندي جيم يساوي جيم نفسها، هي جيم نفسها. الآن طبعا راح نقول هنا المميز هو عبارة عن ماذا؟ المميز هو يساوي باء تربيع ناقص الأربعة ألف جيم، إذا يساوي الباء تربيع يعني أربعة اللي هي اثنين تربيع، اثنين تربيع ناقص أربعة في ألف في جيم، والألف عندي واحد. هذا الكلام لازم يكون أقل من الصفر حتى لا يوجد للمقام أصفار، لابد أن يكون أقل من الصفر حتى لا يكون للمقام أصفار. هذا المقام هو هذا، هني مشكلتنا دائما، هذا المقام ما أريد له أصفار. إذا راح أقول هني أربعة ناقص الأربعة جيم أقل من الصفر، راح أنقل بعد ذلك السالب أربعة جيم للجهة الأخرى، ممتازين، راح أقول هنا أربعة أقل من أربعة جيم، راح أقسم بعد ذلك تقسيم كم؟ للطرفين، إذن جيم أكبر من الواحد وهي الفتى المطلوبة. واضح؟ لكل من لم يفهم السؤال السابق، لكل من لم يفهم السؤال السابق راح يفهم من هذا السؤال، لكل من فهم السؤال السابق أيضا هذا السؤال أيضا راح يعزز هذا الفهم. ركز معي، ركز معي، الفكرة جدا بسيطة، ما نحتاج شيء، فقط لا غير، احنا راح نتذكر معلومة سابقة متعلقة بالمميز مرة أخرى. هنا المطلوب ماذا؟ أوجد قيمة ألف التي تجعل مجال هذه الدالة هو ماذا؟ هو حاء. شو معنى مجال هذه الدالة حاء؟ مستحيل، مستحيل حاء. ليش مستحيل حاء؟ لأنه هي دالة كسرية. ويا أستاذ العز قبل شوي أنت قلت لي الدالة الكسرية مجالها حاء ناقص الأصفار، فمستحيل يطلع حاء بالكامل، لازم ناقص الأصفار. إذا معناته إيش؟ معناته إنه لا يوجد أصفار أصلاً، مقام ما في أصفار. فهمت الفكرة إلى الآن؟ إلى الآن واضحة؟ لا؟ إذا المقام لا يوجد له أصفار. أيوة، إذا المقام لا طيب وإيش معناته لا يوجد له أصفار؟ معناته طبعا هذا الكلام أخذته مسابقا أنتم في الحلقات الانتقالية، في الصفوف الانتقالية قلتوا وإيش؟ لابد أن يكون مميز أقل من الصفر. خلنا نطلع المميز. أنا عندي الألف يساوي ألف اللي هذا، عند الباء يساوي اثنين، وعند الجيم يساوي سالب ثلاثة. هذيل هن القيم اللي راح نستغلها لإيجاد قيمة المميز. طيب راح أقول المميز يساوي باء تربيع ناقص الأربعة ألف جيم، هو هذا قيمة المميز، نحفظها نحفظها، أو قانون المميز يساوي تربيع الباء فيها اثنين ناقص الأربعة جيم وألف. طبعا الألف هي المجهولة عندي، فننزل ألف، هذه ألف، والجيم قيمتها سالب ثلاثة. هذا الكلام كله لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون أقل من الصفر، لابد أن يكون ميز أقل من الصفر حتى لا يكون له حل. إذن يساوي
أربعة سالب السالب موجب 12 ألف، هذا لازم يكون أصغر من الصفر. راح ننقل طبيعي طبيعي تماما، راح ننقل الأربعة للجهة الأخرى، راح يكون عندي مثل ما حللنا المتباينات 12 ألف أقل من سالب أربعة، وبعدها راح نقسم الطرفين تقسيم كم؟ تقسيم 12، تقسيم 12. إذا راح يكون عندي الألف أقل من سالب أربعة على 12، سالب أربعة على 12 يطلع سالب ثلاثة. إذا هذه هي المتباينة المطلوبة. نعم حسبتم بوركتم واضحة. 12 ضربنا ده 12 ضربنا، احنا نقوم بضرب سالب 4 ضرب الألف ضرب السالب 3 يعطيني موجب 12 ألف. واضح موجب 12 ألف. إذن البعض يسأل كيف نعرف أنه له حل أو له حلين أو ليس له حل؟ ليش ليس له حل؟ مرة أخرى أعيد، هنا يقول لي مجاله حا، شوف لحظة، مجاله حا لا يمكن أن يكون مجاله حا إلا إذا كان الأصفار ما له اعتبار، ما له قيمة، ما له حل أبدا. إذن معناته الأصفار ما له حل. إذن نحن نبحث عن ماذا؟ قيم ألف التي تجعل المقام ليس له حلا إطلاقا في حا، عشان يكون حا فقط لا غير. عشان كذا نحن نبحث عن مميز أقل من الصفر. ما بنقسم ليش نحن نقسم تقسيم سالب أربعة عزيز الطالب؟ ليش نحن نقسم تقسيم سالب أربعة؟ أنا أريد الألف، أريد الألف بروحة فاضية عندها 12، لماذا نحن نفكر بالسالب أربعة؟ نحن الأصل نتخلص من 12، ما نتخلص من سالب أربعة. نحن أقلنا، نحن شادين حيلنا ونقلنا الأربعة الطرف الآخر لأن نحن نريد نتخلص منها. كيف مرة تريد تقسمها وتوديها عند الألف؟ الآن شباب طبعا نحن بالنسبة للدوال الكسرية أخذنا كل شيء، ها أخذنا كل شيء تماما، كل شيء متعلق بالدوال الكسرية. شفنا كيفية استخراج دوال مجال الدوال الكسرية، شفنا كذلك لو كان فيها مجهول، شفنا لما يكون فيها باستخدام مميز، شفنا كل شيء. الآن لما يكون عندي دالة جذرية، لما يكون عندي دالة جذرية عزيز الطالب خليك معي شوية وركز زين، شو المانع يكون اللعب بالأرقام هي مصدر لمتعتك والترفيه عن مللك لذاتك؟ ما المانع أن تصاحب في الإجازة الصيفية كتاب، خاصة خاصة إذا كان هذا الكتاب يحمل المتعة في صفحاته؟ شو المانع من ذلك؟ أنا ما أقول لك لا تغير جو، لا تطلع، لا تروح، لا تنش إطلاقا تجلس على كتابك وكرف، لا لا مو كذا، ولكن اللي أقصده أنه لا تنسى نصيبك في هذه الإجازة من كتاب. أيوة أمل تقول، أمل تقول أستاذ يقول أون إذا درسنا من تو بعدين بنضغط أيام مدرسة وبنحس السنة أطول. شوفي يا أمل أنا بخبرك شغلة، هنالك فرق بين طالب يحاول قدر الإمكان أن يتعلم وشاد حيله وكذا ويريد يجيب نسبة، وبين طالب يتعلم لأنه التعليم ممتع بالنسبة له، الدراسة ممتعة بالنسبة له. أيوة أحسنت زهور، الآن ندرس وشوية نرتاح بعد ذلك غير مختلف، ما يكون هنالك ضغط في الدراسة، يكون شوية راحة. هنالك لما نحن ندرس نحن فاهمين أكثر راحة. يلا بسم الله نشوفني لما يكون عندي دوال جذرية، خليكم مركزين بالنسبة للدوال الجذرية. الدوال الجذرية بالنسبة للدوال الجذرية لابد أن يكون مجالها هي عبارة عن ماذا؟ خلنا نشوف مجال ما الدوال الجذرية هي عبارة عن. هذه الدوال الجذرية، الدوال الجذرية طبعا دالة مطلق، خلينا منها شوية. دوال الجذرية في عندي نوعين، في دالة فردية وفي دالة زوجية أو دليلها زوجي. لما يكون دليل الجذر، وش دليل الجذر؟ دليل الجذر هو مثلا جذر خمسة، الجذر الخامس، الجذر الثالث، هاي دليل فردي. جذر السابع هذا دليل فردي، هذا يسموه دليل جذر فردي. في حال إذا كان دليل الجذر فردي
وبداخله دالة، مجالها هذا دالة حال، مجالها حال، لأنه الجذر الفردي ما يأثر. لكن عندي مشكلة وين أنا؟ في الجذر الزوجي، في الجذور الزوجية، هني مشكلتي. الآن خلينا نشوف مثلا دليل، مثلا دليل جذر زوجي، دليل جذر زوجي، مثل دليل جذر الزوجي هنا خلينا نكتبه. مثلا جذر 5 س ناقص 1، هني عندي مشكلة، مجالها ويش؟ لابد أن يكون ما بداخل الجذر أكبر من أو يساوي 0. ليش؟ لأن دليل الجذر زوجي. وهكذا لو كان عندي أي دليل جذر زوجي. طبعا احنا ما راح نتكلم عن دليل جذر فردي لأنه مجاله حاء مباشرة، راح نشوف لما يكون دليل جذور زوجية. هذا الدالة الأولى مثال رقم 11، دال س تساوي جذر س زائد 1. إذن مجاله عبارة عن ماذا؟ مجاله عبارة عن س زائد 1 لابد أن يكون أكبر من أو يساوي 0. موجب ما ينفع، عفوا السالب ما ينفع، أي عدد موجب يمشي، الصفر أيضا يمشي. إذن ناخذ الصفر وزيادة. الآن راح ننقل الواحد للجهة الأخرى، راح ننقل الواحد للجهة الأخرى، راح نقول عندنا هنا السين أكبر من أو يساوي سالب 1. واضح هذا؟ إذن السين أكبر من أو يساوي 1، هذا واضح. لا شوف الآن، شوف مثلا سؤال آخر، سؤال آخر، شوف هذا يساوي كذا. يلا خلينا على كل حال، شوف لاحظ، إذا مرة أخرى لابد أن يكون ما بداخل الجذر، ركز معي، لابد أن يكون، لأنه دليل الجذر زوجي، إذا لابد أن يكون ما بداخل الجذر عددا ماذا؟ أكبر من أو يساوي 0. إذن هذا لابد أن يكون أكبر من أو يساوي 0. إذن راح نقول 3 ناقص الس، هذا لابد أن يكون أكبر من أو يساوي 0. الآن راح ننقل طبعا السالب 3، السالب س للجهة الأخرى. إذن 3 أكبر من أو يساوي س، إذن هذه هي المتباينة اللي احنا نريدها. طبعا يمكن كتابتك فترة، لكن الآن نكتفي بذلك، 3 أكبر من أو يساوي س. واضحة؟ لا ما فيها شيء شباب، لا تصعبوها، لا تصعبوا، لا تعقدوها، لا تعقدوها كذي، بس 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 كذا. كيف نعرف؟ لابد أن، لأنها دالة جذرية، شوف لاحظ، دالة جذرية لجذر زوجي، إذا لازم يكون هذا عدد موجب أو أكبر من الصفر، يعني أكبر من الصفر أو يساوي، ما في شيء يعني. لا تعقدها، عادي انقل الثلاثة عادي. يلا خلينا نشوف، هل نكمل؟ نشوف هنا لو جاء عدد بجانب دالة جذرية. أيوة، يسأل عبد الرحمن سؤال، يقول سأل لو كان 2 مثلا أو 3 ما يضر. أنا مشكلتي وين مشكلتي؟ مشكلتي فقط لا غير داخل الجذر، بس هاي المشكلة. أنا وين المشكلة عندي بعدد اللي موجود؟ ما عندي مشكلة إطلاقا، 5 6 ما عندي أي مشكلة. مشكلتي وين؟ بداخل الجذر، لازم داخل الجذر أكبر من أو يساوي 0. واضح؟ إذا أنا عندي هنا نفس الفكرة تماما، عندي 4 ناقص الس تربيع، هذا لازم يكون أكبر من أو يساوي 0. لا جديد، لا جديد، راح انقل من، راح انقل السين تربيع لانها اشارتها سالبه، هي اللي اشارتها سالبه، راح اقول هني 4 اكبر من او يساوي الس تربيع. في الحقيقه عندي مشكله، في عندي مشكله. اذا هني طبعا كيف يعني نقوم بحل هذا السؤال؟ من خلال ويش؟ من خلال الجذر. ولا ننسى عندي ويش؟ جذرين، الموجب والسالب، ما أي جذر. لازم نحن لما نضيف الجذر الزوجي لابد أن نضيف معه الإشارة الموجب والسالبة. إذا راح نقول هنا جذر، جذر ولا ننسى موجب وسالب،
وهذا متعلق، انتم اخذتوا في الصف الحادي عشر وهو متعلق بالمطلق يعني، لكن سين اقل من او يساوي موجب وسالب 2. المشكله ويش؟ المشكله احنا لو بغينا نحدد، الفتره يعني، لو اردنا نحدد الفتره، ما هي الفتره الفعليه لهذا الكلام يعني سين اقل من او يساوي موجب وسالب، يعني ايش هذه الفتره؟ هذا احنا نقدر نحددها اكثر شيء واجمل شيء من خلال ويش؟ ايوه، من خلال اللي هو خط الاعداد، من خلال التجربه. خط الاعداد، نجرب في خط الاعداد. يكون هنا عندي الموجب لا نهائي وهنا السالب لا نهائي، ونضع يعني السالب 2 هنا وهنا الموجب 2، ثم بعد ذلك نختبر الداله، نختبر ونشوف يعني هل تحقق هذا الكلام والله ما تحقق الكلام اللي عندي هنا. حتى لو نجرب مثلا عند السين تربيع اقل من او يساوي الاربعه عادي، مثلا من هنا ما لازم حتى من هنا يعني، حتى نقدر نجربها من فوق من هنا يعني، السين تربيع كذا بدا الشكل اربعه من هنا، من الدالة اللي قبل سالفة الجذور. الآن لو عوضنا بأي رقم موجود في هذه المعتبر، وش معنى هذا الكلام؟ هذا معناته هنالك مثل ما ذكرنا سابقا، هنالك يعني حجر موجب 2 يمينه، إذا كان واحد منهم مصاب فالجميع مصاب. نفس الحالة هنا، هنالك حجر بين السالب 2 والاثنين يأخذ نفس القيم تماما، فلو كان واحد منهم مصاب إذا الجميع مصاب، هكذا لو كان واحد منهم ما مصاب، بس نعمل تست لرقم واحد بس. نفس الحالة هنا راح نعمل تست لرقم واحد فقط لا غير في هذه المنطقة. فينقسم هذه إلى ثلاث مناطق بسبب وجود عندي ثلاث أصفار. إذا نعوض مثلا، نعوض بالرقم مثلا صفر. نعوض بالرقم صفر مثلا، صفر. هل الصفر تربيع أقل من أو يساوي الأربعة؟ هل الصفر تربيع أقل من الأربعة؟ أيوة، الصفر تربيع أقل من الأربعة، صح صح، صفر تربيع أقل من الأربعة. طيب يلا نعوض برقم فوق الاثنين مثل 100. 100 تربيع هل أقل من الأربعة؟ لا، خطأ. إذن هذه المنطقة خاطئة. هكذا أيضا حتى هنا لو تجي تجرب حتى هنا. إذن ما هي المجال مال هذه الدالة؟ شوف لو بغيناها كفترة راح نقول هي من هنا لحد هنا، لو بغينا نجيبها كماذا؟ كخط أعداد، واضح؟ إذن هي هذه الفترة، طبعا فترة مغلقة وكذا. صورنا هذا. آخر سؤال، آخر سؤال، نعيد مرة أخرى، نعيد مرة أخرى نفس الفكرة تماما. لابد أن يكون ما بداخل الجذر، لابد أن يكون ما بداخل الجذر أكبر من أو يساوي الصفر. ننقل السين تربيع للجهة الأخرى، ننقل السين تربيع للجهة الأخرى، ليش؟ لأنه سالبة سين تربيع، إذا سين تربيع أقل من أو يساوي الأربعة. الآن أنا أريد كقيم، أريد كمعادلة، أريد أعرف القيم التي تمثلها أو أصفار هذه الجذور. إذا أقول هذه السين أقل من أو يساوي ماذا؟ موجب ولا سالب 2؟ ليش؟ لأنه استخدمنا الجذر الزوجي، والجذر الزوجي معناته شو؟ معناته موجب والسالب. أسهل من كذا، حقيقة بنحلها بطريقة أسهل من كذا. بطريقة أسهل من كذا، كيف أسهل من كذا بعد السالب؟ في الحقيقة الأجمل والأسهل والأروع والحل الأبسط أنك تبتعد عن قضية المتباينات. تبتعد عن قضية المتباينات، تحلها كمعادلة. كيف يعني كمعادلة أستاذ؟ شوف لاحظ هنا، راح تقول لي إنه الثلاثة سين تربيع ناقص السبعة والعشرين تساويها بالصفر. واضح؟ أيوه، تساويها في الصفر. ثم بعد ذلك تقوم يعني تحلها كمعادلة، يعني تجيب أصفار، أصفار الجذر، هو هذا أصفار الجذر، فتنقل بعد ذلك السالب 27 إلى الجهة الأخرى. راح تقول هنا إن الثلاثة سين تربيع يساوي 27. بعد ذلك راح تقسم تقسيم 2 3. الآن أنت تحل كمعادلة أسهل لك من سالفة المتباينة. إذا راح تقول إن السين تربيع تساوي 9،
بعد ذلك تستخدم الجذر. إذا تقول هنا السين لما تستخدم الجذر أكيد ما تنسى إنه هنالك موجب وسالب الجذر. إذا راح تقول السين تساوي موجب وسالب ثلاثة مثلا، بعض الطلاب بيأخذ من هنا الثلاثة عامل مشترك، وهذا أيضا حل صحيح. تأخذ ثلاثة عامل مشترك وهذا أيضا حل صحيح. مو الفائدة من هذا، هذا الفائدة منها هن نفس الأرقام اللي ظهر عندنا كمتباينات، لكن بالمتباينة شوية يمكن أمر شوية أصعب، كمعادلة أسهل. فتسوي خط العدد كذا وتضع ويش، وتضع الأرقام اللي ظهرت عندك. ظهر عندك أنت ويش، ظهر عندك السالب ثلاثة وموجب ثلاثة، هنا موجب لا نهاية. ثم تختبر الدالة، تختبر الدالة الأصلية، تشوف هل هي مو ماث إيرور أو لا. أيوة خط الأعداد لازم حتى يعني نميز، حتى نميز اللي هي المجال، حتى نميز المجال. نختبر مثلا، ناخذ الصفر بين السالب ثلاثة وثلاثة صفر، هل الصفر تمشي أموره؟ تمشي أمور الصفر؟ ما تمشي أموره، يطلع ماث إيرور خطأ، يطلع ماث إيرور ما نبغى. زين 100 تربيع ضرب 3 أكيد راح تمشي أموره صح؟ راح يكون عدد موجب تمشي أموره. إذا هذه هي جزء من فترة المجال. طيب سالب 100 ايضا سالب 100 تمشي اموره، لكن لا تنسى سالب 100 تربيع، سالب 100 تربيع فموجب، ضرب 3 ناقص ايضا يمشي اموره. اذا هذا هو المجال. اذا اتوقع انه كحل كمعادله واستخراج اصفار الجذر اسهل بكثير من احنا نحله كمتباين، لكن كلا الحلين صحيحين، كلا الحلين صحيحين. ايوه نعم، ح ناقص الفتره بين سالب 3 و 3. نعيد خط الاعداد، الفكرة في خط الأعداد عزيزي، نعيد مرة أخرى، أنا وضعت سالب 3 و 3 التي تمثل الأصفار، ثم بعد ذلك أقوم بالاختبار، أخذ أي رقم، ركز معي، أنا جالس أخذ أي رقم داخل أو بين هذه الفترات التي قام السالب 3 و 3 بتجزئتها. هذه الأصفار صنعنا، أو الصفرين صنعنا لدينا ماذا؟ لدينا ثلاثة مناطق، منطقة الأولى، منطقة الثانية، منطقة الثالثة. هذا حال اختبار الخاص، هذا حال اختبار الخاص، هذا حال اختبار الخاص. ناخذ عينة بس، لو وحدة مريضة الجميع مريض، لو وحدة موجبة جميع موجب، لو وحدة سالبة الجميع سالب. هكذا أيضا بالنسبة لبقية المناطق. من سوى هذه التقسيمة؟ سواها هذه الأصفار، الأصفار هن اللي سوين هذه التقسيمة. هكذا يا منى، يعني حتى أقوم باختبار القيم. الآن اخترنا هنا اللي هو مثلا الصفر، لما نجي نعوض هنا بالصفر، 3 ضرب 0 تربيع ناقص 27 قيمة سالبة، إذا خطأ ما نبغى. لو اخترنا رقم فوق الثلاثة مثل 100، 100 تربيع ضرب 3 ناقص 7، 100 تربيع فيها 10,000 ضرب 3 30,000 ناقص 27 قيمة موجبة. الآن لو جينا نفس الحالة هنا على اليسار أيضا قيمة موجبة. إذا هذا هي المجال، أما هذا ما نبغى. بنشوف مثال آخر، هذا مثال فيه فكرة بسيطة، لكن أتوقع إنه الجميع يعني يفضل ويش؟ يفضل إيجاد الأصفار أفضل شيء كمعادلة. إذا راح نحلها ونجد ماذا؟ أصفار هذه الدالة، أصفار هذه الدالة. راح نقول هني سين تربيع زائد عبد الله العمولي، ركز، يساوي صفر. وش هي أصفارها؟ أيوة قبل شوية شفناها. هذه هاي لا يوجد لها حل، أو لا يوجد لها أصفار، لا يوجد لها حل في حال، أو لا يوجد لها أصفار. قبل شوية شفناها، شو معناته؟ معناته نفس الفكرة تماما، راح نضع خط الأعداد، هني موجب لا نهاية وهني سالب لا نهاية. أبى أذكركم شوية وش اللي يسوي الصفر الواحد. شوف هذا لو كنا نحلها بالأصفار، نحن حليناها بالمتباينة صح؟ أنت لو تحلها بالأصفار نفس الحل، ترى كله أصفار، يعني مثلا هني تجد الأصفار، نجد أنه كحل آخر، شوف لاحظ كحل آخر، حل
آخر نذكركم بس شوية، راح نقول هني نجدها بالأصفار، إذا راح نقول هني 3 ناقص السين يساوي الصفر، فراح نقول إن السين تساوي 3. بعدين نضع خط الأعداد، نفس الفكرة، شوف نفس الفكرة، نضع خط الأعداد، خط الأعداد هنا موجب لا نهاية هنا سالب لا نهاية، والثلاثة في النص. الثلاثة وش تسوي؟ الثلاثة قال لك تقسم خط الأعداد قسمين، تفلقه بالنص ونجرب، نعمل تست. يمين الثلاثة مثل 100 ما نريده، ما نريده. ليش؟ لأن الثلاثة ناقص 100 ما تقرر تحت الجدار، بينما هذه المنطقة نريدها. عشان كذا حنقول شو؟ عشان كذا حنقول الحل من سالب لا نهاية إلى الثلاثة، أو من الثلاثة إلى تحت، سين أصغر من الثلاثة ويساوي. إذا الصفر الوحيد، ركز، أنا أريد أوصل إلى نقطة، الصفر الوحيد يصنع منطقتين، الصفرين يصنعان ثلاث مناطق، يعزلان ثلاث مناطق. طيب هنا وش اللي صار؟ ماشي أصفار، وش يعني؟ يعني إما كلهن فيهن كورونا أو كلهن سليمات، يا كلهن حاء يا ماشي، واضح؟ ما في تقصير، يعني كلهن نفس الشيء، كلهن نفس الشيء، إما كلهن نريدهن أو كلهن ما نريدهن. فنجرب مثلا ناخذ أي رقم، مثلا 0 5 6 100 1000 2000، ناخذ أي رقم، راح نجد ويش؟ راح نجد إن مثلا واحد ما مات إيرور، حلو، اثنين ما مات إيرور، 100 ما مات إيرور، كله ما مات إيرور. إذا الحل ويش؟ مجالها، مجالها حاء. شطار ونتعلم بسرعة، احنا نتأقلم حتى لو